بس انت ما تاخدش فكره ان انا المدربين لا، هم في نسبه كبيره منهم لا مش عارف حاجه. والله انا في مدرب في وقت في طبعا. مدرب كان بيجي يقول الخطه بتاعته كده، الكره مش الماتش، الكره مش فقاقه، اهي واحد اتنين الطويل جون، والله دي الخطه، يا نهار والله اسود. ومدرب اسمه كبير جدا في الدوري المصري ومسك منتخبات، والله يا جدع والله دي الخطه، كسب منتخب ويقول التشكيل وخلاص، مسك منتخبات والله بيقعد يتكلم في التليفون طول الليل والنهار، بس منهم منتخب اول ما اعرفش هو منتخبات دي ايه. لا انا طولت، انا خدت معاك دقيقتين زياده يعني. طب خلاص عشان الناس. لا ما انت هتقولي الاسم، انا خدت الدقيقتين دول. والله والله زي ما بقول. لا ما احنا عندنا مدربين كتير ضربوا منتخب اول، هو مسك منتخب اول ما اعرفش. تعرفش مسك منتخب والله اول؟ ما اعرف، لا مش متابع والله. ماشي، بس مسك منتخب شباب ما اعرفش برضو. امال ايه المنتخبات اللي انت قلتها دي؟ مسكوا منتخبات، ممكن يكون مسك، مش عارف مسك منتخبات ولا. خلاص ماشي، نورت يا كابتن احمد حبيبي. انا عامه عرفته يعني، بس مش لازم خلاص.